انا اقول ان احنا يعني سعداء جدا كمان افريقيا بقى بيفوز السنغالي ادوارد ماندي بجائزه افضل حارس مرمى في العالم بعد طبعا فوزه بدوري ابطال اوروبا مع فريقه تشيلسي وتقريبا من زمان جدا ما شفناش لاعب افريقي بيكسب جائزه في يعني احتفاليه ذا خلال طبعا يعني فتره طويله جدا وبالمناسبه